يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ما رأت عين وليس ترى مثل صاغ في الورى بشرا، خير من فوق الثرى إسرى، طهير الأنساب والشيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أحبتي بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة، الأيام العطرة، أيام النور والخير، الأيام التي فيها ولد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وبه أخرج الله تعالى الناس من الظلمات إلى النور. برنامج رحلة مع الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، تنقل لكم هذه الحلقة من وسط مدينة تكريت المحمية، تكريت العطاء وتكريت الرجال وتكريت البطولة، إذ حضرة وجناب الشيخ الداعية الإسلامي الرجل النحرير والعالم الكبير شيخنا المفضل الشيخ يحيى العطاوي. مرحبا بك جناب الشيخ، وأنت تطل على شاشة قناة صلاح الدين الفضائية في هذه الأيام المباركة، أيام المولد، فمرحبا وسهلا بك. أنا شاكر لجنابكم الكريم ولجميع الأخوة المستمعين والمشاهدين، وأدعو من الله عز وجل أن يجعل عملنا وقولنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يحفظ الجميع بحفظه، فإن الله عز وجل قال لسيدي موسى وسيدي هارون إنني معكما أسمع وأرى، فهو الذي يعلم خفايا الأنفس وظواهرها. لذلك نحمد الله عز وجل أن مكننا إن شاء الله أن ندلي بشيء عن مولد حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام المباركة، فأسأل الله عز وجل الفتح والعون لنا ولكم وللمسلمين. آمين. عذرا جلال الشيخ، بما أنه أنت لك الباع الطويل في خدمة سنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت من أهل تكريت المحمية 60 أو 60 سنة كما يقول أهل اللغة، وأنت في هذه المدينة المحمية داعيا إلى الله، معلم للصغير والكبير، وكذلك موجها، كيف كان المولد النبوي الشريف في السنين الماضية وكيف هو الآن وماذا توجه؟ يا أخي الكريم، الله يرضى عنكم وعلى المسلمين جميعا. الحياة في تبدل. كنت أني أصطحب والدي، وكنت في السادس والخامس ابتدائي، وكان والدي رجلا متعلقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحفظ القرآن عن ظهر غيب ما شاء الله، ويراجع المناطق التالية، يراجع تكيتين. التكية الأولى كانت تسمى التكية القادرية، وهي تقع على شاطئ نهر دجلة، وفيها ضريح الشيخ الجليل الشيخ أمين أبو سعدة، وكان المشرف على هذه التكية الكريمة الشيخ حسين علي أغا القادري قدس سره العزيز، ومن بعده تولاها ولده الكريم عبد القادر الشيخ حسين علي أغا القادري، ما شاء الله، وكانت منبع للعلم والذكر والحب والإخلاص. الله. فهذه التكية المباركة كانت تقام فيها موالد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في وقت مولده فقط، وإنما تقام فيها أحيانا في كل عيد من أعياد المسلمين، وخصوصا عيد الفطر كانوا يقرؤونها المنقبة النبوية الشريفة العطرة ويحتفلون به. أما المكان الثاني
وهو للشيخ الجليل الولي الصالح الشيخ خلف الرباعي قدس العزيز، وكانت هذه التكية مجاورة للمسجد الذي يسمى في تكريت مسجد أو جامع بيت القاضي. هي تقع في الجهة القبلية من عنده هاي التكية، وكان يشرف على توجيهها وإرشاد الناس فيها الشيخ الجليل الولي الصالح شيخ خلف الرفاعي قدس العزيز. وقد أنجب هذا الرجل 3 أبناء، الشيخ رجب والشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الرزاق، وكلهم أناس طيبون مباركون كانوا على علم وهدى وتقى بما يقولون وما يفعلون. وهكذا بقية التكايا، ومنها تكية أجساد السميدع في تكريت. ولذلك ترى أن الناس كانوا إذا أقبلت أيام المولد تراهم في حالة من السرور والابتهاج، ويقيمون الأذكار بأشكال عجيبة غريبة. ما شاء الله. منها يعملون في هذه الأيام نوع من الطبخ يسمى الحامض حلو، وهو خليط من الزبيب والقيسية، يعني القيسي والتمر، فيسووه فللذوق سبحان الله. تفرد التكريت والأندلجار تفردت بهذا الطبخ. هذا الطبخ ما موجود بغير لحد الآن. أي نعم. نعم. ولذلك لما كان يجي كنا احنا أطفال ونجي على المواليد يخلونا في جفنات ويقولونا الكبار أكل وصلي على النبي. اللهم صل صلى الله عليه وسلم. فكنا أطفال نأكل ونصلي على النبي. الله. ولقد رأيت بأم عيني بركات المولد الشريف في هذه المناطق وأنا صغير وكبير، رأيتها بعيني. ما شاء الله. وأنا يوم القيامة أشهد لأهل هذه المناقب الطيبة من التكيتين الرفاعية والقادرية والتكية مال الصميدة بأنه كانت مراكز إشعاع روحي وعلمي. ما شاء الله. أي نعم. فيها علماء أجلاء وعلى رأسهم الشيخ حسين والشيخ خلف والشيخ عبد القادر الشيخ حسين والشيخ أحمد الشيخ حسين. ما شاء الله. نعم. هؤلاء درسوا على يد العلامة الجليل الشيخ داود ابن سليمان الطيفي، وهو سيد نسبا وقدس العزيز وعالم جليل. ما شاء الله. وله من المؤلفات الآن موجودة 13 مجلد ما شاء الله في علم اللغة والتفسير والحديث والفقه. ما شاء الله. أي نعم شيخي. جزاك الله ألف خير شيخنا على هذه ما شاء الله الكلام الطيب الموسوعي اللي أخذتنا به للتكايا والزوايا، وكذلك كيف كان يعيش أهل تكريت المحمية مع حب النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا ترى الآن جناب الشيخ وقد نقل كثير عن المولد النبوي الشريف ومن هم من أصابه بالصميم حينما يقول أنتم أهل بدع وأنتم أهل مخالفات وهذا لا يمت به الشرع وما سواه النبي ولا الصحابة الكرام ولا تابعين؟ نقول للأخ الكريم هداك الله يا أخي، ليس كل شيء وجد بعد النبي هو بدعة. وأبسط مثال على ذلك نسأل الأخ الكريم، هل كانت المساجد هكذا في عهد النبي؟ طبعا لا. فيها فريش ومروى و و و و ها ما كانت مفروشة بالحصباء وهي من الطين واللبن وفيها جريد نخل وأشجار بسيطة مثقفة، حتى كان المطر يقع عليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيسيل الماء على وجوههم ومنهم وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنين، نقول للأخ الكريم أخي المبارك الله يرضى عنك وسع صدرك وعقلك، راح نسألك هذا المصحف الشريف الذي تقرأ فيه أهكذا كان مكتوبا في عهد النبي ومطبوع؟ لا يا أخي، كان على شكل نسخ من الجلود من الجلود وسعيف عسيب النخل والعظام والدفاف مكتوب عليها، لكن الله عز وجل حفظه في الصدور والسطور. وسيدي الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه لما استحر القتل بالقراء أقبل إليه سيدي عمر وقال يا خليفة رسول الله إني أرى أن القتل قد استحر بالقراء خصوصا في اليمامة مع هذا مسيلمة الكذاب اللعين،
فقال ماذا تريد؟ قال أرى لو جمعنا القرآن بين دفتين. قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله؟ قال هو الله خير، خوفي أن يذهب شيء من القرآن. قال فراجعني الصديق، يقول فراجعني عمر ثلاثا فهدى الله قلبي وشرحه لما شرح قلب عمر إليه. ما شاء الله. فأرسلنا في طلب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الكاتب الأول لرسول الله في الوحي وكلفناه، فقال كيف تفعلون أمرا لم يفعله النبي؟ قلنا هو والله خير، خوفا أن يذهب شيء من القرآن. قال والله لو كلفوني نقل جبل أحد لكان أهون عليه. فتتبعه من الصدور والسطور ووجد آخر آية بعد أن يأتي بالآية على شاهدين، وجدها في صدر ابن خزيمة رضي الله تعالى وهو رجل صحابي جليل. لقد جاءكم من الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من هذا المنطلق إذن هنالك حدثت بعد النبي قضايا بها فائدة كبيرة، كجمع القرآن صلى الله عليه سيدنا رسول الله، وهذا يسر النبي، وكتطور المساجد وجمع الناس على صلاة التراويح، وهذا يسر جمع الناس على صلاة التراويح، وهذا جيد. نقول للإخوة الكرام الآن نحن حينما نحتفل بميلاد النبي احتفالنا بأننا نقرأ السيرة المباركة. والسيرة يقول عنها علماء العقائد رضي الله تعالى عنهم من لم يقرأ السيرة يقع في الحيرة. الله لا. فإذا نحن نقرأ السيرة النبوية فنستفاد منها فائدة عظيمة في توعية عقول الناس للقضايا التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام من بداية حمله إلى وفاته الكريم، ونأخذ منها الدروس والعبر. فهذا لا يضر وإنما يفيد، لكن إذا سئلنا هل هذا أمر فرض أم سنة نقول ليس هو لا فرض ولا سنة، ولكنه أمر مستحدث مستحب. نحب أن نسمع سيرة النبي العطرة المباركة حتى نكتسب من شمائله وأخلاقه وفضله وعلمه وماذا قال في الصحابة الكرام وآل بيته المباركين، هكذا نقول. ما شاء الله. أي نعم. أي نعم. جناب الشيخ جزاك الله ألف خير، كثير من العلماء جنابك قد تعلمت منهم الكثير منذ الصغر، وخصوصا في تكريت المحنية، من هؤلاء الذين قد أخذت على أيديهم هذا العلم ومحبة سيدنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حصرا من المشايخ؟ والله يا سيدي وأخي الكريم، أنا التقيت وكنت أدرس طالب في المتوسطة بالعلامة الجليل محمود محمد آل الهيمة التكريتي الصبيدعي. ما شاء الله. نعم. فأخذت عن فمه الشريف العلم المبارك في تفسير القرآن والحديث. نعم. وفي الفقه واللغة. وأشرف علي كذلك في علم قراءات القرآن. ما شاء الله. رحمة الله عليه. عليه الله. وآخر ما درست على يديه علم الفرائض أي علم الميراث. والتقيت بالشيخ الجليل الولي الصالح عبد القادر الحويس رضي الله تعالى عنه، وهذا رجل مبارك درس على يد العلامة الشيخ داود، وأخذت عنه علم الكلام أي علم العقائد، ودرست كذلك على يد مدرسين كان لهم وزنهم في الدين، أمثال الله يرحمهم أمثال المرحوم الشيخ المعلم ناجي عبد الباقي كان متعلقا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الشيخ المعلم الأستاذ شريف الحضرية، وكذلك الشيخ الله يرحمه المعلم عبد الكريم الكويت، وكثير أو الأستاذ طه البكر كثير، لكنه أكثر ما تأثرت بالشيخ ملا محمود والشيخ صالح الشمالة. هؤلاء الاثنين كانوا متعلقين بحب النبي بشكل غير اعتيادي صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمود رحمة الله عليه أخذ عن شيخه الجليل الولي الصالح الشيخ ياسين ابن طه الدين، وهو من العلماء الأجلاء، كان كفيف البصر لكنه كان صاحب كرامة ما شاء الله وعلم واسع جدا، ويجلس في المجالس ويرشدهم وهو لا يرى، لكنه يعرف المكان والزمان
والأشخاص بشكل عجيب. من أهل البصيرة. أهل البصيرة. هذا الرجل اللي أحكي لك عليه أخي كان ولي كبير الله يرضى عنه، فدرس الشيخ ملا محمود والشيخ ملا درس على عبد القادر العويس كذلك، فأخذوا ناس عن ناس العلماء الأجلاء. وهكذا أسأل من الله عز وجل أن تدوم سلسلة العلم الشريف حتى نوصل إلى الأجيال أنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ما شاء الله. لكن جناب الشيخ لك مع آل دهيمة محمود آل دهيمة عليه الرحمة لك لطيفة بالمواريث، ما هذه اللطيفة؟ والله ما حدث مولود وسمع فيه إلا قال لي يلا ولدي الروح على المجلس هذا مال المولد. فلما نحضر رحمة الله على روح الكريم يصغي إلى القارئ، خصوصا حينما يقرأ صلى الله عليه وسلم القارئ بأسماء النبي وصفاته وأهله يصغي. فيوم سألته قلت له شيخي يعني أنت شو تقول بهاي المناقب النبوية؟ قال هذه أنوار تفتح القلب. الله. وإذا إنسان لا يفهم هذه السيرة يبقى قلبه مظلم. سبحان رحمة الله عليه الرحمة. أي نعم هكذا قادم. ما شاء الله. جناب الشيخ أخذنا الفاصل يعني سريعا على هذه الكلمات والفوائد والدرر، سنأخذ فاصل إن شاء الله ونعود إلى جنابك الكريم لكي توصل لنا هذه الأنوار وهذه البركات وهذه الدرجات العلى بذكر حضرة سيدنا المصطفى العدنان. أيها الأحبة الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا بكم أحبتي من جديد، وهذه الحلقة الخاصة عن ولادة سيدنا المصطفى العدنان في هذه الأيام المباركة إذ رحلة مع الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه الحلقة مع حضرة وجناب الشيخ الداعي الإسلامي شيخنا المفضل شيخنا الشيخ يحيى العطاوي. مرحبا بك جناب الشيخ مرة أخرى. جناب الشيخ من المعلوم المعروف أن الأسر المسلمة أينما كانت فهي من المفترض أن تكون تسير على سنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وما جاء به القرآن الكريم وما جاءت به الإرشادات النبوية المباركة. كيف تبنى الأسر؟ كيف تبنى الأسر في محبة سيدنا المصطفى العدنان ونحن قد أصبنا بهذا الزمن بالفتن والمحن وكذلك المشاكل التي ليس لها أول ولا لها آخر؟ نعم. أسأل الله أن يعيننا. آمين. ولكن أقول للإخوة الكرام، يا أخوتي الكرام، اعلموا أنه الدنيا بأجمعها لا تساوي نظرة إلى رسول الله. الله أكبر. لا والله، لأن هذه الدنيا سنفارقها شئنا أم أبينا. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن هذا المنطلق حينما أسمع سيرة النبي صلى الله وأقرأ عنها وأستوعب بعض مفاصل ما فيها يكون حالة عندي من السعادة لا توصف. لكنه كيف يعرفها أخي وابني وصديقي وجيراني ومحبي من الرجال والنساء والأطفال؟ هنا هو المقصد. نعم. الله عز وجل يقول لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. ومن هذا المنطلق العلماء الأجلاء أصحاب العقول النيرة والصدور الواسعة بإذن الله إن شاء الله يمكنهم الله من إيصال هذه السيرة المباركة إلى نفس كل إنسان في العراق وخارج العراق من المؤمنين والمسلمين. وراح أضرب هذا المثال. في إحدى الجلسات أخي الكريم، أنا رجل عهد من المسلمين قرع الباب علي رجل، فات وياه نساء ثنتين بنات وولد وهو محامي والرجل موجود. نعم. موجود أستاذ وليد محامي. والله سلموا علي بيتي، رحبت بيهم، سويت المشاهد، فقعدوا
ورا ما قعدوا سألتهم اتفضلوا بابا خاف قلتلهم شيء لأن أنا ما أقدر أخلي البنات قعدات والديوان يجون الناس عليه. نعم. فقالوا عمي جايين نسلم. ما شاء الله. هل انتبهت يعني انتم ما مسلمين يعني انتم ما مسلمين بابا؟ قالوا لا عمي. شنو انتم بابا؟ قالوا احنا صابئه. يا اهلا وسهلا ومرحبا. قلت بابا احد يجبركم على الاسلام؟ قالوا لا شيخ طوعي. قلت العيال جابكم على الاسلام شنو يعني ليش تسلمون؟ قال والله احنا تاثرنا برجل بالتلفزيون طلع يعني يرشد فمن سمعناه من كثر ما تأثرنا به الله يهداه عائلتنا كلها أمي وأخوتي اللي قاعد تشيلي هي وأخوها أسلمنا لكن نسلم قدامك حتى نكتب بجنسية ديانة مسلم ما شاء الله. قلت المطلوب قال لقنا الإسلام لقنت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورا ما خلصت خبرت الأستاذ صالح الجبوري نعم وقلت له هذول راح يجوك ويا الاستاذ وليد بشي تبدلون الجنازة تقول له لابو جنسية قال لي بعيني. اذا الارشاد يؤثر في المقابل. انا ما انتقد الاديان الاخرى ما لي علاقة انا مسلم لكنني انا ارى ان الاسلام نور والنور اذا اصبحت العينين فيه ها يكون مكشوف ولذلك يقول الرب الجليل عن نفسه الله نور السماوات والأرض لا إله إلا الله ما حصل نفسه بظلمة كما وصف النبي بالنور قال لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وصف الإسلام بالنور قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم فنحن على النور والهدى والتقى وهذا الدين هو الرحمة الرحمة المهداة لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنا الرحمة المهداة صلى الله عليه فإذا كنا على قدم النبي وسيرته العطرة لنكن للناس ورحماء ونرحم كما أمرنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الله. ورحمة الله عز وجل جل في علا ليس فقط في الأكل والشرب يا أخي في التعامل نعم. ارحم مالك ارحم أمك ارحم زوجتك ارحم ابنك ارحم أبوك أخوك صديقك جيرانك اسمع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم رجل يهودي جيرانه ابنه يتردد إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدوا النبي فسأل أين الغلام قيل له مريض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأقبل إلى دار اليهودي وقرع الباب الله قال اليهودي من في الباب قال محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرحب فيه وخرج وقال تفضل فنظر إلى الغلام وهو يجود بنفسه يعني قاعد ينازع فقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنظر الغلام إلى أبيه خوفا أن لا يقبل لا يقبل فقال أجب أبا القاسم الله 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 فلما أجاب وشهد غابت روحه وانتقلت إلى الله فقال فيه الحبيب الحمد لله الذي أنقذ بي نسبة من النار خل نكن على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يقول جدك الغوث الكبير عبد القادر الجيلاني لكل ولي له قدم واني على قدم النبي بدر الكمال انا اشتعل هديه هكذا اخي احنا الحب هو اساس الدين وكل شيء ما بيحب ما بيدين اسمع ماذا يقول والذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه الله أكبر ويقول الرب الجليل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ودليل علامة حب الله هي اتباع المصطفى صلى الله بقوله المبارك الشريف جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الله هكذا إذا نربي أنفسنا وعوائلنا وإخواننا وأصدقائنا وجيراننا على حب المصطفى صلى الله عليه وسلم أي نعم ولذلك أقرب الناس إلى النبي من كان أكثر صلاة عليه وحبا فيه الله أي نعم الله ما شاء الله هكذا ما شاء الله جزاك الله خير جناب الشيخ على هذه الفوائد وهذا الدرر الآن
كما جاء على لسان المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إن القلب ليصدأ كما يصدأ الحديد. قيل له وما جلاؤه يا رسول الله؟ قال جلاؤه ذكر الله، والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نرى شيخنا الجليل الجار مع جاره، الابن مع أبيه، مع أمه، مع أخته، مع جيران، ذو الأرحام قد تبدلت قلوبهم وصدئت هذه القلوب، فأصبحوا هم على صدود مستمر، والمسلم لا يمكن له أن يصد عن أخيه أكثر من 3 أيام. ماذا توجه جناب الشيخ لأهل القلوب القاسية الذين قطعوا الأرحام؟ أنا لا أقول سوى ما يقوله القرآن والنبي. نعم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والرحم خلقه الله من رحمته وناداه وعزته وجلاله: أصلوا من أصلك وأقطع من قطعك. وعليه فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: قاطع الرحم في النار. الله أكبر. والصحابة يسمعون، فأقبل إليه صحابي جليل وقال: يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعوني، وأعطيهم ويمنعوني، وأصفح عنهم ويجهل علي، فما فعل أنا بهم يا رسول الله؟ فنظر إليه يوجهه التوجيه النبوي الشريف، قال: لئن صدقت لكأنك تسف الملة في عيونهم ولا يزال لك من الله ظهيرا عليهم. إذن أخي احنا لا ندعو إلى التقاطع ولا إلى التدابر، وإنما ندعو إلى المحبة والأخوة والتناصح والتوجيه. حتى إذا كان أخويا أخويا صديقي قرابتي جيراني أساء إليه، أش قال لي حبيب؟ قال لي قابله؟ لا، قال: واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وإذا ملكتم اليارة من يحبكم؟ ما حد يحبك أبوي أبو المال، ما حد يحبك، لا تصدق ليحبك إذا الله قذف في قلوب الناس حبك. الله اسمع: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. الله. ومن هذا المنطلق شيخ العزيز أعزكم الله، أخوتي الكرام المشاهدين والسامعين، أوصيكم أن تكونوا أحباب الله. الله. ولذلك في الحديث: إذا أحب الله رجلا نادى جبريل: يا جبريل إني أحببت فلان ابن فلان. الله. فيحبه جبريل ما شاء الله، أحببه فيحبه، ثم ينادي في أهل السماء: أي أهل السماء؟ إن الله قد أحب فلان ابن فلان فأحبوه. الله. فيحبه من في السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. الله. يا أخو علي، تحابوا في نور الله، والله لم أرى طريق أفضل إلى الوصول بعد الإيمان بالله ورسول الله وكتابه أفضل من المحبة. الله أكبر. ولذلك راح أعطيك هاي القصة أخي. إيه نعم. هاي قصة واقعية بتكري. أي نعم. رجل يحوك يعني حائك. حائك نعم. إيه مهلة، ما عنده ولد ولا عنده أخ، مقطوع بس هو وزوجته. مقطوع نعم. كبار. هذا الرجل كان يحب النبي حب منقطع النظير. الصلاة والسلام. والله يكثر من الصلاة عليه. عليه الصلاة والسلام. يوم الشيخ العلامة ملا ياسين بن طه الدين شاف رؤية، والرؤية في الحبيب حق. ما شاء الله. من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. عليه الصلاة والسلام. شاف حضرة المصطفى وجمع من أصحابه أهل بيته جايين على تكريم. والله رحب بي، قبل يديه الشريفة. إيه. قال: يا سيدي أتأذن لي أن أسألك؟ الله. هذا العلامة يقول لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: سل يا بني. قال: ما الذي جاء بك إلى تكريت؟ قال: جئت لزيارة فلان رجل حايض. هذا ملا ياسين انتبه. قال: فلان؟ قال: نعم. قال: سبحان الله، كيف نال هذه الدرجة عندك تأتي لزيارته؟ قال: يا ولدي، إن هذا الرجل يحبني ويحب أمتي. الله أكبر. وكنا تحت الدولة العثمانية أنذاك، كانت تصير حروب بين روسيا والدولة العثمانية. أي نعم.
قال إن هذا الرجل يحبني ويحب أمتي، الله. فإذا سمع أن أمتي قد انتصرت استر وأدخل السرور إلى أهله. الله الله. وإذا سمع أن أمتي خسرت بكى وأبكى أهله. الله. فأنا أحبه. الله الله. صاح منادي الفجر الله أكبر، قعد من ياسي راح توضى صلى، قال أروح أنتظر هذا الرجل يروح يجيب شوك يبيع على باب الله. جاء قعد على الطريق وشان يجي هذا الرجل يمشي على المشي يعرفه، قال له فلان باسمه، قال نعم سيدي، قال ما تجيني لي جاي شوية عندي شغلة معك، قال له الخاطر الله خليها بيني وبينك. الله أكبر. هذا انبهت الرجل، قال له ايش هي؟ الشيخ ياسين، قال له ايش هي؟ قال الرؤيا التي رأيتها. الله أكبر. قال له يعني أنت تعرف الرؤيا؟ الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال لا خير فينا، الله الله، إذا لم نعرف. الله أكبر. هذا الولي الصالح إن شاء الله. والله قال له شيخ بس يا أخي أريد يعني أشكل لي الحبيب. الله أكبر. قال سألته كذا فأجاب بكذا. الله الله الله. والله هكذا أخي، ما شاء الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. والله أني أنظر هذولا أصحاب القلوب الله أكبر. المنورة المفتوحة لنور الله، والله كما قال عنهم النبي اتقي فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ما شاء الله هكذا. جزاك الله خير شيخنا على هذه الفوائد وهذه الدرر وهذه الأنوار التي أخذنا الفاصل سريعا على هذه إن شاء الله التوجيهات النبوية الربانية القرآنية، جزاك الله تعالى خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا بكم أحبتي الكرام، وهذه الحلقة الخاصة والمميزة عن حضرة سيدنا المصطفى العدنان في هذه الأيام المباركة، أيام المولد، أيام النور، هذه الأيام التي بها الله سبحانه وتعالى أرسل الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، مع حضرة وجناب الشيخ الداعي الإسلامي شيخنا الجليل العالم الكبير شيخنا الشيخ يحيى العطاوي. مرحبا بك مرة أخرى، وأنت قد أبدعت وقد نورت القلوب والجوارح والأرواح بذكر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر الصالحين. جاء في الأثر خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم، كيف نصل ونجد الرجل العارف الولي التقي الذي كأنما قد اختفى في زمن الفتن والمحن، ونحن بحاجة إلى الأناس الربانيين الذين يقودون ويقودون أرواحنا وقلوبنا وجوارحنا إلى محبة سيدنا المصطفى العدنان ومحبة آل بيته الأطهار صحابته الكرام وتابعيهم إلى يوم القيامة. يا سيدي، هؤلاء الرجال والنساء الصالحات علامة القرب من الله والحب له هي حب المصطفى وآل بيته وأصحابه وأمته، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. من الخطأ الفاحش الذي وقعنا فيه أننا نعتقد أمة متأخرة، أمة لا قيمة لها. ما قال لكم هذا أخي؟ الله عز وجل يقول كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله الله. وهذه الأمة الخيرة فيها رجال ونساء تعلقوا في حب المصطفى عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وأخذوا منهجه وساروا على هديه ووصلوا إلى الله, الله عز وجل بأقصر الطرق. وأضرب هذا المثال، سيدي ثوبان صحابي جليل من واد النبي صلى الله عليه وسلم، مولى من وادنا، سأله المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم فقال له ما بك يا ثوبان، أراك شاحب الواج، شو أصفر تعبان؟ فقال له ما بي من ألم ولا مرض يا رسول الله، ولكني شديد الشوق إليك. الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لم أرك
استوحش وحشة عظيمة. الله أكبر. الله ما يظل عند أخر. الله أكبر. وقد تذكرت الآخرة ومنازلها. فإذا أنت مع النبيين في الجنة ونحن وإن دخلنا الجنة دونك مرتبة يا رسول الله، فكيف لي فكيف لي ولا أراك فيها؟ أشرع سواني لا أشوفك. ثم بكى، فإذا بأمين الوحي جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المبارك الشريف: ومن يطع الله ورسوله. الله الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: أبشر يا ثوبان أنت معي في الجنة. وفي رواية قال: أنت مع من أحببت. يا أخي الحب، احنا نشيع الحب بين الناس، نترك البغض والكراهية والحقد والحسد، هذه صفات ذميمة. علينا أن نتمنى ونطلب من الله أن يجعل قلوب الناس كلها أوعية لنوره ونور نبيه ونسير على منهجه. وهكذا راح أضرب لك هذا المثال. سيدي سيدي الصحابي الجليل درة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب، أم فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، وهو ابن علي، وأنجب سيدي علي الحسن والحسين وزينب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذول الدرر. سيدنا علي الله رضي عنه تزوج بعد وفاة أم فاطمة من ساعدة، ومن جملتهم الحنفية التي أنجبت محمد الله يرحمها ويرضى عنها ويرضى عن سيدي محمد أبو هاشم. فوقع خلاف كلام بين سيدي الحسن وسيدنا محمد. لما رجع سيدي محمد إلى الدار شاف نفسه أنه مقصر اتجاه سيدنا الحسن، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن علي بن أبي طالب الله الله. إلى سيده ومولاه الله الحسن الله أكبر ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء. أخي الكريم، إذا استوينا في الأب فأنت أمك فاطمة الله وأنا أمي من بني حنيفة، أقبل إلي تسترضيني الله. لك أجران لأنك أكبر مني ولأنك ابن فاطمة سيدة نساء. يا أخي سيد نساء أهل الجنة هذول الدرر الكرام، شلون سيد الحسن يجي يقبل راسه ويرضيه؟ الله أكبر. أخي أنت هذا أخوك، هاي أختك، هاي عمتك، هاي بنت أخوك، هاي بنت أخوك. أخي وصلهم، تجاوز عن أخطائهم، قبلهم، قولوا يعني خلينا نتعاون على بناء الحياة بصورة صحيحة. احنا من نتعاون الله عز وجل يرفع مقعد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. من هذا المنطلق إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإحنا منظل متدابرين، علينا أن نتناصح ونتحابب في نور الله. هكذا ما شاء الله. جزاك الله ألف خير شيخنا المفضل على هذه الكلمات وهذه الدرر وهذه الأمثال المباركة العطرة. لا ننسى دور المرأة على الفطرة، المرأة تغار كما غارت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما كانت تغار السيدة خديجة وهي في قبرها. نعم. ماذا توجه جناب الشيخ المفضال النساء في البيوتات من أجل المحافظة على الرجال ومن باب تربية الأبناء في الأسر؟ أنا أقول لبناتي وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات، أقول لهم: هداكم الله آمين. ورفع مقامكم وأصلح قلوبكم آمين. يا رب. يا بناتي يا أخواتي، الله عز وجل جعل للرجل مكان وللمرأة مكان. انظروا إلى القرآن الكريم 114 سورة، أنزل الله سورة باسمكم، سورة النساء، فيها أحكام عجيبة غريبة كثيرة كلها في صالح هذا المجتمع حتى يبنى نحو الأفضل والأجمل. فإذا أنت استطعتي يا ابنتي يا أختي يا عمتي يا خالتي أن تبني الدار بحب متواصل بينك وبين زوجك وبين أبنائك وبناتك
وبين أرحامك وجيرانك رفعك الله مقام عظيم. انظر يا أخي الكريم شلون المرأة الصالحة تبني ما تهدم وتوجه ما تخرب. أضرب لك هذا المثال. مثال واقعي. أم الكريمة سودة بنت زمعة الله يرضى عنها الأسدية والله نعم. لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة كبيرة طاعنة في السن نعم. لا يرغبها كزوجة لكنه حريص عليها، قالت له يا رسول الله إني لا أرغب فيك كزوج ولكن أرغب أن أبعث يوم القيامة زوجة لنبي وإني وهبت ليلتي لعائشة. الله 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 ما شاء الله. ها إذا أكو إيش عملية تفاهم وتقارب وهكذا قلوب. ونحن نقول البنت الأخت الزوجة الكريمة إذا كانت متفهمة لدينها تبني هذا المجتمع بناء صحيح. ومن هذا المنطلق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال علماء التفسير رحمهم الله ونفعنا بهم قال حسنة الدنيا الزوجة الصالحة ما شاء الله التي إذا نظرت إليها أسرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وهكذا يا أخي الكريم إن شاء الله زوجات المسلمين وبنات المسلمين التزموا إن شاء الله الخلق الكريم والطريق المستقيم وينفع الله بهم المجتمع. آمين. جناب الشيخ بما أنه نتكلم على الأسرة على المرأة وعلى الزوج، أحيانا الأزواج يبصبصون إلى النساء يطمعون بإمرأة ثانية ولربما ثالثة وهذه تغار على زوجها، ونحن الآن في زمن كثرة فيه النساء وقل فيه الرجال، ماذا تود؟ لا شك أخي الكريم أن القرآن أوضح وهو كلام الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. هذه الآية الكريمة لم تبقى على إطلاقها وإنما قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، والعدل في خمسة في الأكل والشرب واللبس والمسكن والفراش، هذا فيها عدل على الفطرة. ونقول كثير من الرجال له قابلية وله حال أن يتزوج أكثر من واحدة لكنه نوصيه بالعدل. ونقول للأخت الكريمة يا أختي يا بنتي اتركي عملية المشاحنة وهدم الدار، هذا زوج وهو أب لأبنائك وأبناء ضرتك. نعم الضرة من الضرر ولكن مع ذلك خلنا نتعب إذا نبني الدار، هاي تبني وهاي تبني راح يكون الأسرة متماسكة. يعني أضرب مثال على الحب اللي كان موجود في عهد الصحابة الكرام وعهد النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. يعني سيدي جعفر بن أبي طالب ذا الجناحين كان متزوج من أم الكريمة أسماء بنت عميس الله يرضى عنهم. فلما استشهد في مؤتة تزوجها سيدي أبو بكر فأنجبت له محمد هو عنده أبناء غير محمد. نعم. ولما توفي غسلته بيديها الله وتزوجها سيدي علي بن أبي طالب. الله الله. إذن هذا الموضوع لا يمنعنا أن تنكح المرأة إذا كانت ثيب وإذا كانت بكر، ولكن نوصي الشباب أن يتزوج البكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد وقال تزوجوا الودود الولود أو كما قال يعني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. جناب الشيخ بارك الله فيك، بس من باب تثبيت المعلومة في الأذهان، يعني السيدة أسماء بنت عميس
قد تزوجها الزوج الأول هو سيدنا جعفر الطيار اللي هو الله تعالى قد جعل له جناحين في الجنة على اعتبار أياديه انقطعت اثنين. ثم استشهد هو وتزوجها سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى وتزوجها برا لهم سيدنا الإمام علي عليه السلام والرضوان. فهكذا كانوا يحافظون على أزواج إخوانهم في الله، هكذا بعشر من باب تقويم هذه المرأة ومن باب تقويم وتنوير الأسر الإسلامية. دائما جناب الشيخ هنالك أوراد عند المجتمعات وعند المسلمين وفي البيوتات، وهي من ضمنها الصلاة على مصطفى العدنان. كيف توجه الأسرة العراقية والعربية والإسلامية على أن تداوم على بركة الصلاة على المصطفى العدنان لكي تنور هذه القلوب والجوارح وتصيبنا بركة ومحبة سيدنا النبي؟ فما هو الورد الذي توجه جنابك به المسلم على يستمر عليه بالصلاة على المصطفى العدنان؟ والله يا أخي فلا وجدته في الأوراد بعد التوحيد أبرك من الصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا. وإني لأرى أن صلاة عليه صلى الله عليه وسلم نور تكشف حجاب القلب. الله أكبر. ومن هذا المنطلق راح أعطيك هاي القصة الواقعية. ما شاء الله. امرأة اسمها شعوانة على عهد سيدي أحمد بن حنبل الله يرضى عنه. أرملة ما عدا أحد مقطوعة. وكانت تحب النبي كثير وتصلي عليه بأنواع الصلوات عليه الصلاة والسلام. وذات يوم رأى سيدي أحمد حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مقبل إلى بغداد. الله الله. فقام إليه وسلم عليه وقال: ما الذي جاء بك إلى بغداد يا رسول الله؟ قال: جئت لزيارة شعوانة. الله 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 أكبر. قال: شعوانة؟ قال: نعم. أتعجب يا أحمد؟ قال: لا يا رسول الله. بما لا؟ قالت: إنها تحبني وتكثر من الصلاة علي. الله. وقد انقطع صلاتها منذ ثلاث ثلاثة أيام ما صلت عليه. لا إله إلا الله. فسألت الملك الموكل فقال: إنها مريضة. فجئت لزيارتها. الله. قال: إن شاء الله بعد صلاة الفجر أذهب إلى شعوانة أبشرها. الله أكبر. والله صلى الفجر وخلص وخلص الذكر، جاء طرق باب شعوانة، ادخله من خلف الباب الله يرضى عنها: من أحمد بن حنبل؟ الله أكبر. جئت تبشرني؟ الله أكبر. إن الذي جاءك جاني فمسني فشبعت. يا أخي صلى على النبي نور. أنا أوصلهم أختي ما تخليهم بالقدر على أن صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم تطرح فيه البركة. من تريد تخلي الفراش صلي على النبي وفرشيه. من تريد تشربين صلي على النبي ينزل نور بقلبك. ومعتش كل إنسان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم تصاحبه الأنوار النبوية الشريفة. لكنه إحنا الآن لكثرة ما حدث في المجتمع من قضايا مادية أثرت على عقولنا وعلى قلوبنا، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة الموطئون أكنافه الذين يألفون ويلفون، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون المتفيهقون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت الثرثارون؟ فما قال: المتكبرون. لا حول ولا قوة. يعني صارت عنده 5 قروش بجيبه وصار خشبه بالسماء. لا أخي مهيج. تواضع لله يرفعك. الله. وأكثر من الصلاة على النبي ينفعك. لأنه سيشفع فيك يوم القيامة وهو القائل: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم. جناب الشيخ الحلقة انتهت، لكننا نطمع بدعائك لنا وللمشاهد الكريم وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. والله نقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه. اللهم ندعوك بأسمائك الحسنى بجاه الحبيب المصطفى بهذه الأيام المباركة التي ظل فيها النور العظيم نور محمد بن عبد الله على الأرض ومن فيها فكساها وزادها جمالا ونورا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين. اجمع شمهم يا الله ووحد كلمتهم واجعلهم على الهدى والتقى والعفاف والغنى. انصرهم على أعدائهم من الظلم المجرمين.
الذين لا يخافونك يا الله، خرب البلاد والعباد من الكفر المحتلين، اللهم ابعدهم عن ديارنا، اللهم نجنا ونجي المسلمين من كيدهم، واجعل كيدهم في نحورهم حتى يذبحوا أنفسهم بعينهم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك المصطفى وحب أهل بيته الكرام وصحابته المباركين، واحشرنا في زمرة الذين أنعمت عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا الله يا الله يا الله، بنور وجهك يا الله، بجاه النبي الكريم يا الله، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وارحمنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا والحاضرين وآبائهم وأمهاتهم والسامعين والمسلمين. اللهم تجاوز عنا وعنهم، واجعلنا يا الله وإياهم في مستقر رحمتك، ممن يلد الحوض فيسقيه المصطفى بكفه الشريف، ونحشر تحت لوائه المبارك. يا أكرم الأكرمين، اهدنا بنورك إليك بالنبي محمد والقرآن العظيم وشرف سورة الفاتحة مع الصلاة. صلي على سيدنا صلي يا ربنا على سيدنا محمد. جزاك الله خير الجزاء شيخنا المفضل، وبارك الله فيك، وأمد الله تعالى بعمرك، وألبسك ثياب الصحة والسلامة والتقوى والنور خدمة لسنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وخدمة للمسلمين، وخدمة للقرآن الكريم. فجزاك الله تعالى عنا خير الجزاء، وبارك الله فيك، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. يا أهل الشيخ، يا أهل الشيخ، يا أهل الشيخ، حياكم الله. لم يبقى لدينا أيها الأحبة الكرام إلا أن نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبدنياك